وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجابيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهاردة دعاء جميل جدا، العنوان اقرأها قبل النوم. نقرأ إيه؟ نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم إني أسألك أن تريح قلبي وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير والقلق والخوف من المستقبل. ربي إن في قلبي أشياء كثيرة لا يعلمها إلا أنت، فحققها لي يا رحمن يا رحيم. يا رب فرحة تغير مجرى حياتي وخبر جميل أعجز عن شكرك عليه. ربي ارزقني فرحة تجدد الروح في حياتي وفي كل أموري. اللهم سعادات متتالية لم تكن بالحسبان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. تضرنا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.